السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة حلويات كاملية. كنتمنى انكم تكونوا صحة جيدة. واليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحلوة بيضة واحدة فقط، كنتحضروا 34 حبة من هاد الحلوة هذه اللي كتجي رائعة فعلا وسهلة في التحضير ديالها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاستحسان ديالكم، فمازلتش نطول عليكم وخليكم تكتشفوا معايا المقادير مع الطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. فاذا نبدا على بركه الله في المقادير مع الطريقه ديال التحضير. في نفس الوقت عندنا بيضه واحده درجه حراره المطبخ، كنضيف لها ايضا كاس مقياس كاس العنب من السكر الناعم اللي هو السكر كلاسي. يمكن لكم ايضا تعوضوا السكر كلاسي بالسكر الخشن اللي هو سنيده. كنضيف ايضا قبيصه ديال الملحه باش هكا نعدلوا الذوق، وكنضيف ملعقه صغيره من قشره ديال الليمون اولا البرتقال بحال بحال. يمكن لكم تعوضوها بسكر فانيليا فما كاين حتى شي مشكل. كنحركوا هاد المكونات جيدا بالتراب اليدوي حتى وكان كيتجانسونا مع بعضياته، وكنشوفوا ان كاع العناصر دخلت في بعضياتها. كندوز باش نضيف نصف كاس من الزيت بقياس كاس العنبه. غادي نحاول انا نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف بقياس ديال الكاس وايضا بقياس الغرام اللي بغى القياسات بالغرام. صافي كنخلط هاد المكونات جيدا بهذه الطريقه هذه. فاذا من بعد كنضيف ملعقه او ملعقتين من الفول السوداني اللي هو كاوكاو مهرمش. الا ما كانش كيتوفر عندكم فما كاينلاش، انا هنايا ضفته لانه كيعطي واحد الطيبه زوينه للحلوه ديالنا. كنضيف ايضا ملعقه كبيره من بودره الكريم باتيسير، يمكن لكم تعوضوها بملعقه كبيره من النشا اللي هي المايزينا. فقط انا ضفت هاد المكونات هادو لانهم كيعطيونا واحد الهشاشه للحلوه ديالنا. هنايا كنضيف ملعقه صغيره من خميره الحلويات تقريبا واحد 4 غرام، ما كنديروش الساشيه كامله، وكنبدا باضافه الدقيق. صافي وكنخلط هاد المكونات. فمن الاحسن انكم في هاد المرحله هادي تخلطوا بيديكم باش هكا تعرفوا القياس ديالكم وتحكموا في العجينه ديالكم. بالنسبه للدقيق فهاد العجينه هادي خدات معايا جوج ديال الكؤوس ونصف بقياس كاس العنبه، تقريبا واحد 250 غرام ديال الدقيق اللي خدات معايا هاد الحلوه هادي. فاذا بعد ما جمعت العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجيني على هذا الشكل، هذا راه كتكون لينه. هنايا كنجيب واحد الطاوله ديال الفرن ونفرش فيها ورق الزبده او ندهنوها بقليل من الزيت، وكنحاول انني نخدم من الحلوه ديالنا على هذا الشكل على شكل كرات صغيره. نحاول ان نديروهم متقيسين في الحجم ديالهم. من الاحسن اذا كنتو كتوفروا على الميزان ديروا الميزان باش هكا يكون كاع الحلوات في حجم واحد. صافي كنكمل بنفس الطريقه حتى غادي نعمر هاد الطاوه ديالي كامله. وبالنسبه لهاد الحلوه هذا راه كتعطي تبارك الله واحد الكميه ديال فوق 30 حبه ومقادير اللي شفتو معايا بجد اقتصاديين. بالنسبه لهداك الكاوكاو اللي درت في العجينه محمر ومهرمش فهو اختياري، يمكن لكم ديروه الا ما كانش متوفر عندكم فما كايناش ديروه، فقط هو كيعطي واحد الطيبه للحلوه ديالنا. وبالنسبه للمايزينا اللي درت معكم في العجينه حتى هي راه كتعطي واحد الهشاشه للحلوه. لذلك حاولوا اي حلوه خدمتوا ماشي بالضروره غير هذه ضيفوا معها واحد المعلقه ديال النشا باش هكا تجيكم هشيشه بزاف. هنا بعد ما كورت هذوك الحلوات كاملين على هذا الشكل هذا كنجيب هذا هاد الشباكيه وكناخذ هذاك التحت ديالها كندير هكا تقيبات في الوسط باش هكا تجيني الحلوه فيها واحد الثقب من الوسط باش تجي زوينه في التزيين. فبالنسبه لهاد الفكره هذه فصراحه فكره زوينه بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الطوابع وباغيين يديروا حلوه ديال العيد، فلما لا انكم تخدموا بهذه الطريقه هذه لانها سهله بزاف وغير مكلفه. وبالنسبه للطريقه ديال التزيين فراها كتبقى على حسب الذوق. هنايا كيف ما شفتوا انا قديت الحلوه غادي ندخلها للفرن، ضروري الفرن يكون ساخن جيدا، غادي نخليوها تحمر لنا من الاسفل عاد نهبطوها تكمل الطهي ديالها. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها كيف ما شفتوا راه كتكون غير محمره غير شويه، هي كتلهب ما كنخليوهاش طيب بزاف باش هكا كتبقى هشيشه. هنا بالنسبه للطريقه ديال التزيين كناخذ القليل من العسل كندهنها هكا من الجوانب وكنفندها في الكوك او جوز الهند اللي حمرته. خديت مقله وحمرت فيها جوز الهند هكا دايره كنحمر كيعطي منظر زوين للحلوه ديالنا.
وصافي هذه هي الطريقه ديال الزينه غادي ندير معكم. بالنسبه لي انا فخدمتها بالعسل، يمكن لكم ديروا ايضا المربى، ففقط من الاحسن انكم ديروا العسل لانها كتصبر مده اطول الا كنتو باغيين ديروا شي كميه اللي هي كبيره. صافي كنكمل هنا بنفس الطريقه الحلويات كاملين، وغادي ندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين النهائيه. بالنسبه لي انا هنايا في الطريقه ديال التزيين النهائيه فخديت المربى ديال الفراوله اللي هو الكونفيتير ديال الفريز، ضفت معاه واحد الملعقه صغيره من النشا او المايزينا، سخنتهم واحد شويه باش هكا يعقدوا لينا وصافي، وغادي نزين بهم. ودائما الطريقه ديال التزيين فكتبقى على حسب المتوفر عندكم في كل بيت وعلى حسب الرغبه ديالكم. يمكن لكم ديروا الكراميل، ويمكن لكم ديروا ايضا المربى ديال المشمش حتى هو كيجي زوين. فصافي هذه هي الحلوه ديما اللي وجدت معكم اليوم، صراحه كانت سهله بزاف وبلا ما نطول عليكم في الفيديو، راها بنينه بزاف ومقادرها جد اقتصاديين. اللي خايفين انها ما تصدقش لهم فحاولوا انكم ديروا غير هذه الكميه اللي خدمت معكم، جربوها وشوفوا الا صدقات لكم فزيدوا في المقادر. كنتمنى الفيديو ديالي من الاستحسان ديالكم، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والسلامه.